واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال فصل وان ورث رجلان من ابيهما دارا ثم مات احدهما وخلف ابنين ثم باع احد هذين الابنين حصته ففي الشفعه قولان احدهما ان الشفعه بين الاخ والعم يعني اشتركت الشفعه بين عمي وبين الشفعه اشتركت بين العم وبين الاخ لانهما شريكان للمشتري فاشتركا في الشفعه. طبعا شريكان للمشتري لان المشتري لما ياتي يشتري سيشتري شخصا شركا بين الثلاثه بين الابن الثاني وبين العم وهو فهما شريكان هنا شريكان المشتري فاشترك في الشفعة كما لو ملكاه بسبب واحد. وهذا فرع على التأصيل العام الذي أصلناه في الكلام على مسائل الشفعة. قال الإمام الشافعي لو ورثاه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه فأراد أخوه الشفعة دون عمه فكلاهما سواء. كلاهما سواء في الحق لأنهما مشتركان ويشتركان مع المشتري. قال المزني هذا أصح من أحد قوليه. وطبعا هذا الذي قاله الشيرازي رجح ذلك أيضا من أحد القولين أن أخاه أحق. يقول هذا أصح من أحد قوليه أن أخاه أحق بنصيبه يعني أن يشترك. هذا الأرجح من أن يقال أن الأخ أحق بنصيبه. قال المزني وفي تسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ وصورتها في دار بين الرجلين إما أخوين أو أجنبين كان الملك بسبب واحد أو بسببين مات أحدهما وترك ابنين فصارت الدار بينهم على أربعة أسهم للباقي من الأخوين المالكين سهمان ولكل واحد من ابن الميت سهم واحد. باع أحد الابنين حقه وهو سهم واحد على أجنبي فالشفعة مستحقة فيه. وهل الشفعة إذا كانت مستحقة تكون يختص بها الإخوة أو تكون بينهم وبين العم؟ هذا فيه قولان وهذا الذي القول الجديد لا القديم. في أحد قول من العم لأمرين. أنتم تخيلتم المسألة تصورتموها أخوان لهما شرك في بيت بإرث عمهم شريك لهم بالملك فكأن لهم الدور الأول والدور الطابق الثاني لعمهم. أراد أحدهما أن يبيع نصف الطابق الأول الذي معه أخوه. من أحق بالشفعة الآن؟ طبعا الاشتراك بالشفعة هذا ظاهر العم والأخ لكن من أحق بالشفعة؟ من يتقدم؟ هذه صورة المسألة. فقولان في المذهب القول القديم الأخ أحق بها من العم. والوجهة الفقهية للأحقية هنا أنهما اشتركا في سبب ملكه وتميز العم عنهما بسببه فكان الأخ للمشاركة في السبب أحق بالشفعة بشفعة أخيه من العم لتفرده بالسبب. فسبب الملك واحد بينه وبين أخيه خلافا للعم فأعطته الأحقية بالأسبقية. والثاني الوجه الفقهي الثانية والثاني أن ملك الأخوين كان مجتمعا في حياة الأب وقد يجري عليه
حكم الاجتماع بعد موت الأب، وذلك أنه لو ظهر على الأب دين تعلق بالسهمين معا ولم يتعلق بالسهم العام فقط. أما القول الثاني فهو القول الجديد، القول الثاني هو القول الجديد وهو المعتمد، أن الشبعة مشتركة بين الأخ وبين العم. والوجهة الفقهية لأمرين، أحدهما لأنهما تساويا في الاشتراك وجب أن يتساوى في الاستحقاق كالمختلف في الأسباب. طبعا تساوى في الاشتراك لما باع زيد لعمر، فالثلاثة شركاء، الثلاث شركاء في هذه الجزئية الرقعة فإنها مشتركة بينهم ثلاثتهم. ولما باع زيد شقصه كان الجميع أيضا بوصفهم شركاء للمشتري الجديد، فلما استويا في الاشتراك استويا في الاستحقاق. هذا الجديد المعتمد الذي رجحه أيضا الشيرازي والمزني. الثاني أن ما أخذ بالشفعة أخذت به الشفعة، وقد ثبت أن الدين فإن قيل بأن الأخ أحق بها تفرد فأخذها دون العم، فإن عفى الأخ عنها احتمل استحقاق العم لها وجهين، لا حق له فيها لأنه خرج عن الاستحقاق، فكيف تعود له مرة ثانية؟ وهذا كلام ضعيف. والحق أنها لا تسقط عنه. الثاني يستحقها للخلطة وهذه لها تأثير، وإنما قد قدم الأخ عليه لامتزاج سببه، وإن قيل إنها بينهما كانت نصفين بالسوية. وبه قال أبو حنيفة الأمرين أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثير الملك، حتى لو ملك أحد الشريكين سهما واحدا من 10 أسهم أخذ به شفعة التسعة الباقية، ولو بيع السهم أخذه صاحب التسعة الباقية، فاقتضى أن يتساوى الشريكان فيهما، وإن تفاضلا في المال اعتبارا بأعداد الرؤوس لا بقدر الأملاك كالعبد المشترك يملك أحد الثلاثة نصفه والثاني ثلثه والثالث سدسه، ضرب مثلا على ذلك. فإذا أعتق أو أعتق صاحب النصفين والسدس حقوقهما معا قوم عليهما الثلث الباقي. وهذا أصح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما دام غنيا يملك قوم عليهما الثلث الباقي نصفين وعتق بينهما بالسوية كذلك الشفعة. والمعنى هنا أنه لم ينظر للأسهم نظر لأصل الملكية، المعنى هنا أن النظر ليس للأسهم ولكن نظر لأصل الملكية. والثاني أن استحقاق الشفعة لرفع الضرر بها، وقد يستضر صاحب الأقل كاستضرار صاحب الأكثر. المعنى هنا كما قلنا نظر فيها لأصل الملك لا للكم، والثاني أيضا لمسألة الضرر، وتفاوت نسب الضرر لا تقلل من أحقية. نعم، فقد يستضر صاحب الأقل كاستضرار صاحب الأكثر، فوجب أن يساوي صاحب الأقل منهما صاحب الأكثر، وهذا حق، لأن الأصل كما قلنا في مقصد الشريعة الأصل رفع الضرر، الأصل رفع الضرر سواء كان كبيرا أو صغيرا. وعلى هذا في المثل السابق تصير الدار بينهم على 8 أسهم، 5 منها للعم، منها 4 بقديم ملكي وسهم بشفعته، وثلاثة أسهم للأخ طبعا عند الاشتراك كما قلنا في القول الجديد، وثلاثة أسهم للأخ منهما سهمان بقديم ملكه وسهم بشفعته. أما القول الثاني هو صحيح أنه بينهما على قدر، أما في القول الثاني هو النظر فيه لا للأسهم ولكن للملك، أنها بينهما على قدر مالهما اعتبارا بالأملاك. قال هذا جديد واعتمده والمعتمد في المذهب، وقال من مالك لوجهين فقهيين، الوجه الأول أن منافع الملك تتوزع على قدره كالأرباح في التجارة والنتاج في الحيوان، وهذا قياس على مسألة التجارة أنها تقسم أيضا على رؤوس الأموال. قد يفارق لكن عامة هو بيبين أن الجديد أن المسألة على الاشتراك، ليست المسألة الأخ عن العم، فالاشتراك بين الأخ وبين العم، ثم
ثم اتكلم ايضا على اصل التقسيم، هل التقسيم يكون على اصل الملك ام على اصل الملك ام على الاسهم وقدر المال. والجديد ان بينهما على قدر مالهما. وبه قال مالك: ووجه ذلك فقهيا ان منافع الملك تتوزع على قدر كالارباح في التجاره والنتاج والحيوان، خاصه على مساله المضاربه. والثاني ان الشفع انما وجبت لرفع الضرر بها عن الملك الداخل اساسا. اما المزني فاختار من قول الولايين ان تكون الشفع بينهما، وهو اصح القولين. ثم اختار من القول الاخرين ان يكون بينهما نصفين استدلالا بما ذكرنا من العتق. يعني المزني رجح نعم ان تكون مشاركه وهو الصحيح، ورجح عند التوزيع ان تكون على النصفين. وان كان قول المزني صراحه اقوى في ذلك، له ما له من النظر وهو اقوى في ذلك. مسائل تتعلق بالتصرف في الشخص، تصرف المشتري في الشخص، ثم حضور الشفيع. نعم. اصل المساله الاحكام ان المنصوص من حق الشفيع ان يقدم الملك ان يفسخ المنصوص من حق الشفيع، كما قال المصنف المنصوص من حق الشفيع بقدم الملك ان يفسخ في الشخص اذا بذله فيما لا تستحق به الشفعة، كان وقفه او وهبه او رهنه او اجره لسبق حقه على التصرف الحادث بعد قيام حقه في الشفعة، لانه لا يملك الاخذ للشخص ما دام تصرفه نافذا فلا مناص من الفسخ. اما البيع والصداق فهو مخير بين ان ياخذ باحد العقدين، فاما ان ياخذ بالثمن الذي بذله المشتري والمساواة هنا واجبة، او بالثمن الذي اخذه او بمهر المثل بما هو الاحظ له. يبقى ذلك فروع عليها ان شاء الله تاتي في الدروس القادمة. نسأل الله ان ينفع بها الامة الاسلامية. امين. الراجح ان يكون الاخ مع العم مشتركان في الشفعة. نعم. عند التقسيم الثاني المزني يرجح المسألة على اصل الملك، واما المعتمد في المذهب على اصل رأس المال. نعم. رجل اسكن اولاد اخته بيتا في حياته، فلما توفي اراد ابناؤه بيع البيت، فهل لاولاد عمتهم شفعة؟ لا، لانهم لا يملكون. لا، ليست شفعة لهم لانهم لا يملكون، الشفعة لمن ملك. اذا انفرد احد الاخوة ايش بقى؟ اذا انفرد اكمل السؤال. تقول هل من عليه صيام قضاء وصيام عرفة تطوعا لا يصح نية قضاء القضاء مع نية عرفة؟ لا يصح نية القضاء، لأن الواجب لا يقبل التشريك، هل الاختضاب بالسواد جائز؟ نعم جائز عند ستة من الصحابة وكانوا يخطبون بالسواد، لكن يدين الله بأنه لا يجوز. قال: وجنبوا السواد. وأنا أدين الله بصحة هذا الحديث. إذا صلى المرء محفوظ القيام وأخطأ في آية، ماذا؟ يأخذ المصحف يقرأها؟ نعم له ذلك، إذا كان هذا سؤالك. يعني هل مزح بالكذب كذب؟ المزح بالكذب فيه ما فيه من الوعيد الشديد، ويل له. إذا انفرد أحد الإخوة ورفض البيع فهل يوقف؟ لا يوقف البيع، يوقف حصته فقط ولا يوقف باقي البيع. هل يسري تبعيد الشفعة؟ لا يسري، فالصحيح أنها إما تبقى كلية وإما تذهب كلية.